يعطيكم العافية. بهيدا الفيديو هنشرح الدرس الخامس اللي هو درس الكويريز. الكويريز أو بالعربي هي عملية الاستعلامات، هي الجزء الأهم أو من أهم الأجزاء باستخدام المايكروسوفت أكسس. بالمبدأ أنا من بعد ما خلص التيبلز وأعمل ريليشن بين التيبلز وعبي البيانات بشكل كتير دقيق وكتير صحيح بقلب التيبلز، لازم انا يكون عندي القدرة اني طلع اي معلومات باي شكل كان بكل سهولة وبكل بساطة وبكل تنظيم. هيدا بكل بساطة هو دور الكويريز. فاذا مثلا انا عندي تيبل عن تلاميذ، بدي اعرف تلاميذ صف معين، بقدر بعملها بالكويريز. بدي اعرف علامات مادة معينة، بدي اعرف تلاميذ حسب جنس معين، تلاميذ من منطقة معينة، حسب تاريخ ميلاد معين. كل هيدي المعلومات بقدر انا اعملها باستخدام الكويريز. فاذا الكويري هي اوبجكت يستخدم لكي يسحب لي معلومات من تيبل او من اكتر من تيبلز في ريليشن بيناتهم، وبيعرض لي اياهم بشكل وكأنهم تيبل وحدة بشكل مرتب وبطريقة سهلة جدا. وفيني استخدم بقلب الكويري عمليات الفرز، الترتيب الابجدي او الترتيب حسب الارقام او الترتيب حسب التواريخ. وطبعا فيني اظهر المعلومات حسب معايير وشروط محددة مثل اللي ذكرتهم سابقا، اللي هي صف معين، حسب جنس معين، حسب عنوان معين. بكل بساطة لحتى نعمل اي كويري لازم يكون بالبداية في عنا تيبلز، والتيبلز مفترض يكون فيهم كمان داتا لحتى اقدر انا اختبر اذا الكويري اللي عملتها عم تشتغل بشكل صحيح او لا. كرمال هيك لحتى يكون هيدا الفيديو واضح وفعال، هعتمد انا على داتابيز هي حتكون معتمدة بالامتحانات، هي نورثويند. نورثويند هو بروجرام بينزل مع الاكسس، بكرة انا بوزعه بالطلاب وموزع هو اصلا على الكمبيوترات بالمدرسة، وايضا فينا نحطه مع الفيديو فيكم تعملوا له داونلود. هيدا البرنامج هو عبارة عن داتابيز فيها مجموعة كبيرة من التيبلز. التيبلز كمان في بيناتهم ريليشنشيب، بس طبعا نحنا ما حنفوت بتفاصيل كل هيدي تيبلز. نحنا هنجرب نعمل الكويريز اللي قلنا على تيبل واحدة، يا اما بتكون التيبل هي برودكتس اللي هي البضاعة، وحاشرحها بشكل سريع لتستوعبوا شو فيها. فيها رقم البضاعة، فيها اسم البضاعة، من اي مورد بتجي البضاعة، شو الكاتيجوري اللي بتنتمي الى البضاعة، هل هي مشروبات لحوم الى اخره، كيف بيجي الباجاج تبع هيدي البضاعة، 10 صناديق بالعلبة، بتجي بالبوكسز، بتجي بالجرة، قديش سعر اليونت، قديش في عندي منها بالستوك، والباقي ما هعوزه نهائيا. بس في عندي خاني هون discontinued، هي اذا هالبضاعة لازم يضل في منها بشكل متواصل او لا، ما بيعنيني الا انه هي yes no. هلا لنبلش نشرح درس الكويريز، هبلش اشرحه انا باستخدام دغري exercises. نفترض انطلب مني انه اعمل كويري بتبين لي البرودكتس، فاذا التيبل المقصود اني اسحب منها المعلومات هي البرودكتس. هالبرودكتس تحديدا بدي اشوف انا 2 فيلد، هني رقم البضاعه الاي دي واسم البضاعه نيم. اما الشرط فهو اليونت برايس، لازم يكون تحديدا بين 5 دولار و10 دولار. ومن بعد ما تطلع نتيجه هيدي الكويري لازم تظهر مرتبه باي الفابيتك اوردر، يعني حسب الاحرف الابجديه. الستبس موجودين عندكم هون، create query design، نختار table products، واضحة العملية ولكني أنا حنفذها حتى تفهموها بشكل أوضح. فإذا تنفذ هيدي الكويري بقول له create، وبيجي بختار option اسمه query design. مثل ما كنا نقول table design، اليوم عم نشتغل على object تاني هو query design. بمجرد ما بختار الكويري بيعطيني كل التيبلز الموجودين اللي ممكن تبني عليهم الكويري لتسحب المعلومات. انا ما عندي غير التيبل برودكتس بهيدا السؤال، فبختار برودكتس بقول له اد، بعدين بعمل كلوز. هلا
بهيدي المنطقة بكون عندي التيبل أو مجموعة التيبلز، عادة لازم يكونوا related، في relation بيناتهم اللي بدي أسحب منهم المعلومات وأظهرها بالكويري. بكل بساطة أنا هون بدي صير أختار شو هن المعلومات اللي بدي أظهرهم حسب السؤال اللي مرق. أنا تحديدا بدي رقم البضاعة واسمها بناء على شرط على السعر. فبكل بساطة فيني أعمل دبل كليك على الاي دي لأي ظهرة هون، أو فيني أكبس هون ونقي الفيلد اللي بدي إياه. نفترض بدي الاي دي والنيم وبدي البرايس. هلأ اي دي ونيم وبرايس إذا عملت رن بلاحظ إنه طلع عندي الاي دي والنيم والبرايس بس لل 77 صنف، يعني لكل الأصناف اللي موجودة عندي. تحدد له تحديدا أنا بدي اللي من $5 ل$10 بستخدم الكونديشن الشبيه بالفاليديشن رول اللي أخذناها بالدرس الثالث، نفس المبدأ، ولكن بدل ما يكون اسمه فاليديشن رول هوني اسمه كريتيريا أو الشرط. الكريتيريا هي جاية مثل شبكة طبيعي، بنعرف نحن الكويري. إذا كتبت أنا كريتيريا هون بما أنها بتكون تحت الاي دي، فإذا بيتطبق هيدا الكونديشن على البرودكت اي دي. يعني إذا قلت له أنا هون between، شوف قديش الأسعار، 5 و10. أوكي إذا قلت له between 5 and 10، هيدي بيفهم انه بس بده البضاعة اللي رقمها بين 5 و10. يعني اذا عملت رن منلاحظ بس البضاعة اللي بقيت بالكويري هي الرقمة من 5 ل10. بينما اذا انا هيدا الكونديشن كنت حاطه تحت اليونت برايس، يفهم انه بدي اليونت برايس بين 5 و10، فبالتالي بيعطيني كل البضاعة اللي سعرها بين 5 و10 دولار. لما بتطلع هيدي فيني بكل بساطة وصل على البرينت وطبعها بأي شكل اللي بديه. هيدا سيمبل كويري. هلأ بيبقى عنا شغلة، هي انه انا محدد هون لازم يطلعوا مرتبين على الاحرف الابجدية. نرجع على الديزاين فيو، ترتيب على الاحرف الابجدية او على الارقام من الصغير للكبير او على الديت من القديم للجديد او بالعكس، هو بتم بالسطر السورت. فيني انا اكبس تحت اي فيلد واختار السورت اذا ascending او descending. اذا اخترت انا هون descending معناتها بدي تطلع نتيجة هيدي الكويري مرتبة حسب ارقام البضاعة من الرقم الاعلى نزولا حتى الرقم الاصغر. نلاحظ هون 75 لل3، تغير ترتيب كل الداتا بالكويري. وانتبهوا انه مش بس بيرتب هيدا العمود، لا بيرتب ترتيب الرو كله بناء لهيدا العمود، يعني يا الرو كله بيطلع او بينزل لياخد البوزيشن الخاصة فيه. فانا اذا ما بدي هيدا بقول له not sorted، انا بدي رتبهم على الاحرف الابجدية، فبيجي عن name وبقول له ascending. run، نلاحظ انه صاروا a f j للz مرتبين حسب الاحرف الابجدية، وظهرنا فقط الاي دي والنيم والبرايس للبضاعة اللي سعرها بين 5 و10 دولار. لما بخلص فيني اطبع هاي الكويري مثل ما قلنا، وبعدين سكرها ما بدي اياها اطبعها. وممكن احيانا نكون بعوز هيدي الكويري بعدين باستعمالات معينة، ففيني بكل بساطة اعملها لهاي الكويري سيف وبكتب الاسم اللي بدي اياه فيها. اوكي طيب، هلا اذا جينا نفوت اكتر بتفاصيل الكويريز، في عنا شي هون اسمه شو. شو عادة منا هالشي كتير مهم، وعادة نحنا بنفضل انه تكون مبينة، ولكن اذا جينا نحل هيدا السؤال تحديدا هون محدد بين هلالين انه بدنا نشوف الاي دي والنيم، ما بدنا نشوف البرايس بالنتيجة النهائية. فالفكرة هي انه اذا رجعنا جينا نحن هون على الكويريز اللي هلا عملناها سميناها كويري 2، رايت كليك عليها ديزاين فيو، انا بمجرد ما في علامة شو هون يعني لازم يبين شو اليونت برايس. هلا ان حبيت تبينه بتتركها للشو، اما اذا كنت انا مصر بالسؤال انه ما بدي شوف الاسعار بس بدي شوف الاسم والرقم، فينا بكل بساطة نشيل هيدي الشو من هون. لما نشيل هيدا الشو من هون معناتها نحن بعده موجود اليونت برايس بالكويري، وبعده عم بيتم انتقاء البرودكتس حسب السعر بين 5 و10 دولار،
يعني مش كأني لغيته نهائيا، هو بعده شغال، ولكن بس بالنتيجة اللي بتظهر بالآخر هو غير وارد انه يتم طباعته او اظهاره. هيدا المبدأ الاساسي للكويري. هلا بشكل سريع جدا حنجرب نحل كويري التانية والتالتة والرابعة الى اخره. نفترض هون عنا كويري تانية بده فيها الاي دي والنيم والكاتيجوري، على شرط انه السعر انه اليونتس ان ستوك، الكمية البضاعة الموجودة، اصغر من 20، او في عندي شرط تاني او سبلاير رقمه 7. بكل بساطة اذا جينا فتنا عملنا كرييت كويري ديزاين، قلنا له بدنا كمان البرودكت، خلينا نرجع نشوف، بدنا الاي دي والنيم والكاتيجوري الى اخره. اوكي، اي دي ونيم كاتيجوري، في عندي شرط على اليونتس ان ستوك او السبلاير اي دي. هلا اذا جينا نحن قلنا له هون هو بده الاصغر من 20 او بيساوي 7، اذا جينا على الكريتيريا قلنا له اصغر من 20 فقط، طلع عندي كتير اصناف، 26 صنف. هلا اذا جيت حطيت حده هون 7، نلاحظ انه ضل عندي بس صنفين. هالصنفين شو هن؟ هالصنفين هن الوحيدين اللي اليونتس ان ستوك فيهم اصغر من 20 والسبلاير رقمه 7. هون بيظهر عنا لانه معمول لوك اب ويزارد الاسم بدل الرقم، ولكن عمليا هيدا هو بيمثل الرقم 7. هلا لما بيكونوا الاثنين كونديشنز حد بعضهم بنفس السطر على الكريتيريا، بيفهمها الكمبيوتر وكأنها كلمة and، يعني لازم اثنين conditions يكونوا بنفس الوقت، يعني لازم تكون هاي اصغر من 20 ويكون السبلاير رقمه شو؟ 7. بينما اذا نحن جينا على الديزاين فيو ونزلنا 7 مش على خانة الكريتيريا، تركناها، نزلناها على خانة الاور، او بالعكس حطينا 7 فوق ونزلنا الاصغر من 20، هون صار بيفهم انه او بدي اصغر من 20 او بدي 7. يعني اذا كونديشن واحد من اثنين زبط او حتى اثنين زبطوا بتبين المعلومات، اما بالاند اجباري الاثنين يزبطوا. اذا عملنا ران بنلاحظ انه صار في عندي رانج اكبر كتير. ليش؟ لانه ممكن يكون عندي بضاعة مش للسبلاير رقم 7، ولكن بما انه اليونتس ان ستوك اقل بياخدها، او بالعكس ممكن يكون عندي بضاعة مش اقل من 20 ولكن لانه السبلاير رقمه 7 اللي هو بافلوفا ال تي دي عم تطلع. اذا هيدا مبدأ الاور. الاور هي او بصير الكونديشن 1 صح فبتطلع البيانات، او بصير الكونديشن 2، او الاثنين سوا ما في مشكلة. بينما الاند اجباري الاثنين سوا يكونوا صح لحتى تطلع. جزء واحد من الشرطين لا يؤدي الى اظهار النتيجة. هلا اذا فتت بشكل سريع عندي هون الازنال. الازنال عادة منحطة بالكريتيريا لنقول له للكمبيوتر انه طلع لي كل الريكوردز اللي فيهم مثلا خانة التليفون ازنال. بكتب تحت خانة التليفون ازنال معناتها كل الاشخاص اللي بعد انا ما سجلت لهم ارقام تليفون، لانه ازنال يعني بعدهم فاضيين. اما ازنات نال اذا بدي اعرف كل الاشخاص اللي مسجلين لي ايميل، بحط ايميل وبكتب تحتها بالكريتيريا ازنات نال. ازنات نال يعني شو؟ يعني مش فاضي، يعني عنده معلومة. طيب رح حل هلا كم اكسرسايز من هودي. ليست باي امبلويي، هالمره بده تيبل امبلويي اي دي فيرست نيم اللي البيرث ديت من بعد الستين. طيب اذا جينا نقول له كرييت كويري ديزاين، هالمره انا بدي بس من تيبل شو؟ امبلويي. فيني اقول له بدي الاي دي، تحديدا هو بده الفيرست نيم، عشرت البيرث ديت لازم يكون من بعد سنة الستين. معظم الطلاب بيغلطوا هيدي الغلطة، بيجوا على الكريتيريا بيقولوا أكبر من 1960 وبيعملوا ران للكويري. لما بتعملوا ران للكويري لاحظوا انه هيدا من بعد الستين، بينما هيدا مش من بعد الستين، وهيدا مش من بعد الستين، وهيدا مش من بعد الستين. فاذا الكمبيوتر عطى نتيجة غلط منا مزبوطة. انا لازم ما اشوف هون الا اللي خلقانين من بعد سنة 1960، يعني هيدا وهيدا وهيدا ثلاثة.
الغلط اللي صار هون انه الكمبيوتر بيعتبر ال 1960 هي 1960 يوم من تاريخ 1/1/1، فبالتالي كلهم بيطلعوا. الفكرة هون نحن لما بكون عندي ديت لازم اكتب له بالكونديشن ديت، يعني من بعد سنة الستين، يعني من بعد اخر نهار بسنة الستين اللي هو 31/12/1960، لما بدخله اياها بهيدا الشكل بيفهم انه هيدا ديت وعم بيقارنه بديت، وبالتالي بيعطيني النتيجة صحيحة 68 63 63 69. اما اذا كان عم بيقول لي قبل الستين، قبل الستين يعني قبل ما تبلش الستين، فبقول له قبل 1/1/1960 for example، فبيعطيني كل اللي هن قبل الستين. اما اذا بدي تحديدا بسنة الستين ففيني اقول له كل التواريخ من 1/1/1960 حتى 31/12/1960. اعطيته هيك رانج من التواريخ اللي هي كلها بتجي ضمن سنة الستين، فما بين عندي إلا روبير لأنه خلقان بسنة الستين. هيدا تقريبا تعاملنا مع الديت بالكويريز. هسكرها ما هأحفظها. هلأ هيدي الكويري في هدف منها هي طلع لي كل البضاعة اللي فيها كلمة بوكس أو بوكسز. هيدي شغلة كتير مهمة بالسيرش، انه انا ممكن عوز كلمة معينة، مثلا بدي طلع كل البضاعة اللي فيها حرف معين او حرفين بتبلش بحرف معين الى اخره. هيدا الشي حكينا عنه بالتفصيل بالvalidation rule. like هون بكل بساطة اذا جيت انا على table، فتت على table products، بلاحظ انه بالquantity per unit في عندي كلمة box. بمجرد ما ذكرت كلمة box ممكن يكون في قدامها رقم، ممكن يكون في قدامها رقمين، ممكن يكون في بعدها شيء، يمكن ما يكون في بعدها شيء، ولكن بمجرد ما ذكرت كلمة boxes أو box هيدا بيعني إنه شو؟ إنه هيدي البضاعة هي بتتعبى بسندي. فبكل بساطة لنحل هيدا السؤال بدنا الـ ID والـ name للـ products. منقول له create query design، بما انه products بختار table products، وبقول له بدي ال ID وال name على شرط ال quantity per unit. هون اذا كتبت له box هيك او boxes ما حيعطيني شيء. ليش؟ لانه ولا بضاعة فيها بال quantity per unit equal exactly كلمة boxes. لازم اقول له like نجمي box نجمي. هيدي معناتها شو ما كان في قبلها شو ما كان في بعدها مهم تحتوي على كلمة box. وليش بحط box مش boxes؟ لأنه boxes تطلع إذا اخترت البوكس فيها box، بس إذا قلت أنا boxes بالكريتيريا box لحالها بتقعد تطلع، دايما بياخد الأصغر. بنعمل run بنلاحظ شو طلع عنا. طلع عنا 11 صنف. إذا بنتأكد هيدا box 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 إلى آخره، كلهم فيهم boxes. لاحظوا اذا حطيتوا هون بوكسز صاروا 10، في وحدة ما عادت مبينة اللي هي اياها اللي هي هاي هيدي هيدي ما بتبين. ليش؟ لانه اذا طالب منا اي اس ما بتقدر تطلع، فدايما بختار عدد الاحرف الاصغر مش الاكبر. كتير منيح كمان ما حنسيفها. هيدي الكويري على اللايك تعلمناها. هيدي سهلة جدا. اليونت برايس بيكون بتوين اند، بيكونوا اتنيناتهم حد بعضهم، حلينا مثلها ما انا مشكلة. هيدي اوكي فينا نحلها. الامبلويي اي دي فيرست نيم، البيرث ديت قبل الستين وما عنده تليفون. طيب رح نعمل كرييت كويري ديزاين، هنقول له بدنا اياها من تيبل الموظفين. نفترض بدنا الاي دي والفيرست نيم في شرط على تاريخ الميلاد وعلى الهوم فون. اول شيء عم بيقول لي قبل الستين، فاذا مثل ما اتفقنا قبل ما تبلش الستين يعني قبل 1/1/60. وهون عم بيقول لي they don't have home phone، يعني ما عندهم فون، يعني خانة الفون بتكون بعدها فاضية. بكتب له is null. نعمل run. ممكن ما يطلع ولا شخص، هيدا ما بيعني انه الشيء غلط. انا ولا عندي اي ريكورد هو فيه هيدي المعطيات، يعني ما عندي ولا شخص خلقان قبل الستين وما عنده تليفون. اوكي؟
هلا نشوف شغلة، نفترض فتنا نحن على الامبلويز، اخذنا شخص خلقان قبل الستين، هيدا مارجريت مثلا، وجينا لهون عند مارجريت لغينا لها خانة الهوم فون، يعني ما عاد عندها هوم فون. فلينا من هيدي التيبل ورجعنا عملنا لهيدي الكويري ران من اول وجديد. خلينا نسكرها، نعمل لها سيف باسم كويري 3. طبعا انا عم سميهم كويري 2 كويري 3، انتم مفترض تسمون اسماء بتدل شو هي الكويري، ليست باي ايتمز، ليست باي فونز، ليست باي سبلايرز الى اخره. مهم نلاحظ بس نفذنا هاي الكويري هلا بينت مارجريت لي، لانه بينطبق عليها الشرطين، تاريخ ميلادها قبل الستين وما عندها خانة هوم فون. هلا اذا ما بدي تضلها تطلع خانة الهوم فون وفاضية، لانه اصلا انا ما عم طلع الا اللي خانة تليفون فاضية، فيني اجي شيل الشو من هون واطلبها بهيدا الشكل. اوكي هيدا فاذا كويري على الاند، كيف بحط اكتر من شرط حد بعضهم، كيف بيشتغل على الديت وشو يعني الاذنال. كمان حسكره هلا، خليني اسيفها مش مشكلة. هلا هيدي او بالبطلز او بالبوكسز بتشبه هاي، ولكن فيها شغلتين كمان بسيطة. فوت على البرودكتس، نفترض شو طالبين نشوف، اي دي ونيم. اوكي هيدي اي دي ونيم على شرط الكوانتيتي بير يونت، منقول له لايك بوكس في قبلها نجمة في باخرها نجمة، او بنزل على الاور بقول له لايك نجمة باطل نجمة. هيدا صار بيعطيني كل البضاعة اللي بتتعبى او ببوكسز او ببطلز. منلاحظ بوكس باطل بوكس باطل بوكس باطل، كلهم صاروا يبينوا. اوكي نفس المبدأ بس فيها اور، وحدة فوق وحدة تحت. اخر وحدة كتير مهمة هي فيها الشغل كيف بتعامل مع field of type yes no. يعني مثلا انا حاطت خانة الذكور او ذكر، اذا كان ذكر بختار صح بالتشيك بوكس، اذا مش ذكر بتركها فاضي، فبتطلع بعدين كل الذكور. هيدي الشرط على yes no. نجي بدو البضاعة ID وname unit price، نقول له create query design، table اللي بدي اعمل عليها هي products، بختار الفيلدز اللي محددين لي اياهم شو ما كانوا. في عنا اي دي ونيم وبرايس، بقول له اي دي ونيم وبرايس على شرط discontinued. شوفوا بليز اذا بحط discontinued بعمل ران بيطلع كل شيء، سواء كان ترو او كان فولس. هيدي ترو وهودي الفاضيين هن فولس، يعني يس او نو. هلا هو عم بيقول لي بدي اللي هن discontinued ترو. بكل بساطه فيني انزل تحت على الكرايتيريا او بكتب له ترو، يعطيني بس اللي هن شو discontinued، او بدل ترو فيني كمان بما انها هي yes no فيني اكتب له yes. اوكي هلا بده زيادة بعد، انه البضاعة تطلع مرتبة من الاغلى شيء للارخص شيء. هيدا بالتحليل بدل انه السعر الاغلى بده يكون بالاول ونصير ننزل تنازلي. فبيجي بكبس هوني على البرايس بخانة السورت تحت البرايس بقول له descending. descending اي تنازلي من الرقم الاعلى نزولا حتى الرقم الاصغر. اذا ما بدي هيدي discontinued تضل مبينه صح صح صح، فيني شيل هاي من هون. منلاحظ انه شو صار اذا تركناها، منلاحظ انه كل البضاعه اللي عندي هي discontinued بينت، وترتيبها اجى من الاغلى سعرا نزولا حتى الارخص سعرا. هيدا بالمبدا كل شيء مطلوب منكم كسنوي واكثر كمان من المطلوب. هلا هاعطي انا 2 كويري ادفانسد يمكن ابدا ما ينسالوا بالامتحان، ولكن بحس انه بتعزوهم كثير، خاصه اللي بده يتوجه انه يعمل فعلا برنامج بالاكسس ويستثمر. في عندي كويري كثير مهمه اسمها باراميتر كويري. شو يعني باراميتر كويري؟ طيب نفترض انا عم دور على البضاعة اللي بتبلش بحرف الاس، اذا بدي اعمل كويري على البضاعة اللي بتبلش بحرف الاس، او اول شيء خليني بلش بوحدة اهون. افترض انا بدي اعمل كويري طلع لي كل الامبلويز اللي هن first ولاست birth date اللي هن من كونتري معينة.
اوكي، في عندي يو اس اي، في عندي يو كي. طيب نفترض انا بدي اطلع اللي هن بس يو اس اي، بدي اجي اكتب له يو اس اي واعمل له ران واطبع. مره ثانيه عزت يو كي، بدي ارجع فوت على قلبه اقول له يو كي وارجع اطبع. طيب اذا كان عندي 30 او 40 دوله كل مره بدي ارجع فوت على قلب الكويري، هيدا شيء مزعج. فيني بكل بساطه انا تحت الكاونتري بفتح حوضي البريسز، وهيدا كتير مهم موضوع البريسز، بكتب له المسج اللي بدي اياه، مثلا انتر كاونتري. ما دخل المسج انه كاونتري كاونتري، فيني اكتب اللي بدي اياه، اهم شيء يكون بين اثنين بريسز. بهيدي الحالة لما بعمل سيف انا بهالكويري فيني سميها مثلا employees by country، بصير انا كل مرة بعوز هيدي الكويري فيني اجي لهون employees by country، هيدي هي بيقول لي ساعتها دخل لي باراميتر. فاذا قلت له UK بيعطيني دايما شو الاشخاص اللي من UK، بينما مرة تانية طلبتها بيقول لي دخل، بقول له يو اس اي بيعطيني دغري شو اللي هن من يو اس اي. فاذا فكره الباراميتر انه انا بدل ما ثبت كل مره بقلب الديزاين تبع الكويري قيمه الكرايتيريا بشكل ثابت، لا بعملها بشكل فاريبل. اول ما بدي شغل الكويري بيطلب مني شو المعلومه اللي بدي اياها، بناء عليها بيعطيني المعلومات. مثلا فيني حط كويري حسب الصف، كل ما بنفذها بيطلب مني اسم الصف، بس حط اسم الصف يعطيني ليستا بتلاميذ هيدا الصف، او حسب مادة معينة او حسب مرحلة معينة. الكرايتيريا مش بس بتشتغل على الاسماء، ممكن تشتغل على الارقام، ممكن تشتغل على الديتس، ممكن تشتغل انه قل له انا بدي بين هيدا التاريخ وهيدا التاريخ البضاعة، العلامات، الحضور، يقدر يعطيني اي شيء بدي. مثلا هناخد تيبل هون اسمه orders. orders فيها كتير بضاعة، في عندي شيء اسمه order date، اوكي في كتير كتير بضاعة فيها 830. اذا بدي اشوف كل البضاعة اللي صارت بين تاريخين معينين، اوكي فيني اقول له create query design، بدي table orders، بقول له مثلا بدي رقم الاوردر وتاريخه وشركة الشحن وحي الله معلومة. هلا فيني اجي لهون اقول له between مثلا date 1 and date 2 بهيدا الشكل. هيدا الشكل شو بيعني؟ انا بالبتوين بعطيه قيمه اولى وقيمه تانية. بمجرد ما كتبت له هيدي الايام، وفيني اكتب غير، فيني اقول له enter first date enter last date الى اخره، مهم تكون بين التو braces. هيدا بيعني انه انا لما بشغل هيدي الكويري بيطلب مني اول ديت، راح اقول له من 15/8/96 لغاية 30/8/99. بنلاحظ انه عطاني من 15/8/96 تحديدا ل 99. هلا ما عنده 99، عنده 98. فيني اطلبها انا وصغر الرينج شوي من 15/8/96 ل 16/8/96، لاحظ بس عطاني الاشياء اللي صارت بهودي التاريخين. واذا كان بدك نهار واحد تعطيه اول قيمه 15/8 وتاني قيمه 15/8 بيعطيك هني بس بنهار واحد. هيدا عن الباراميتر كويري. اخيرا وليس اخرا، في نوع كتير مهم من الكويريز بيقولوا له توتال كويري. توتال كويري بخليني استخدم بالاكسس ميز موجودة بالاكسل، وكتير مهمة هن السم والكاونت والافرج والى اخره. لنفترض نحن بكل بساطة عندنا بهالتيبل برودكتس اسعار، فانا بدي اعرف مجموع الاسعار مثلا لكل كاتيجوري. فاذا بدي اعرف البيفرجز قديش مجموع الاسعار اللي فيها، او مثلا معدل الاسعار، او كم صنف عندي الى اخره. فبكل بساطه فيني اقول له كرييت كويري ديزاين، بقول له انا بدي البضاعه اشتغل عليها. هلا بقلب هالبضاعه فيني اقول له بدي مثلا الكاتيجوري اي دي، وبدي البرودكت اي دي، وبدي اليونت برايس. هلا اذا طلبتها هيك بلاحظ انه بيطلع عندي كل سطر البيفرج بيفرج في منه صنفين، اول صنف 18، تاني صنف 19. هون بفكرة التوتال
الفكرة بتصير هي عبارة عن دمج الريكوردز مع بعضهم، يعني كل الريكوردز اللي إلهم خاصة بالبيفرج مثلا هيك سيلكشن، هودي كلهم سوا بدهم يندمجوا مع بعضهم بكلمة واحدة اسمها بيفرج. هلا هول الأرقام كلهم بدهم يندمجوا مع بعضهم بيعطوا رقم واحد أو نتيجة واحدة، هي أنت بتختار. إذا قلت الكاونت بعد كم رقم فيه بيعطيك عددهم، إذا قلت سام بيجمع الأرقام جمع، إذا قلت أفرج بيجمعهم وبيقسموا عددهم وبيعطيك الأفرج أو المويان بالفرنسي، إذا قلت ماكس بيعطيك أكبر رقم فيهم من أصغر رقم فيهم حسب أنت شو بتعوز. فالفكرة إحنا لننفذ هيدا الشيء أول شيء بنجي بنكبس هوني توتال، بيفتح لي سطر جديد اسمه توتال. عادة الشيء اللي بدي أدمج علي بخليه دايما تحته جروب باي، يعني أنا هون كل ما شفت نفس الكاتيجوري بتدمجهم مع بعضهم. نفترض هون بدي عد عد كم برودكت عندي، ونفترض هون بدي جيب الأفرش معدل وسطي لهالبضاعة شو سعر. ران منلاحظ انه كان عندي مثلا 70 او 80 صنف اندمجوا دغري بشكل سريع. وشو بفهم من هيدي الكويري؟ انا بفهم انه من كل البضاعة اللي نوعها بفرج عندي هني 12 نوع، وهودي ال 12 نوع معدل وسطي لاسعارهم هو 37 دولار، في شيء اوطى في شيء اعلى. اوكي، هلا سي فود مثلا عندي 12 نوع المعدل تبعهم 20 دولار الى اخره. فانا فيني هون اعطي مثلا كل ماده كم تلميذ قدم هيدي الماده وقديش معدل الماده، فيني اعطي اوطى علامه اعلى علامه مثلا، فيني ارجع اخذ اليونت برايس واليونت برايس، فيني اقول له هون بدي اوطى يعني من وبدي اعلى يعني ماكس، وبالتالي صار يقول لي انه اوطى سعر من هيدي البيفرج 54، اعلى سعر 263، كمعدل وسطي بين هاي وهاي واللي بيناتهم لانه هن 12 في يعني 10 بيناتهم، اذا بنجمعهم كلهم وبنقسمهم على 12 بيطلع معدل وسطي 37. بعتقد انا كصف سكوند وباك مش هنعوز ابدا اكتر من هيك، ممكن نعوز اكتر بعدين بالحياة العملية انه نعمل كويريز طبيعي اكيد حنعوزها من اكتر من تيبل. فالفكرة سهلة جدا، بمجرد ما كانوا التيبلز ريليتد بالريليشنشيب بكل بساطة بتتعامل معهم وكأنهم تيبل وحدة انت. يعني لما بتعمل كرييت كويري ديزاين وبتقول له بدي من البرودكت ومن الاوردر ديتيل ومن الاوردرز، بما انه هودي الثلاثه تيبل ريليتد ففيك تسحب منهم اي شيء بدك اياه. يعني فيك تقول له بدي رقم الطلبيه وتاريخها، بدي اسم البضاعه، بدي اليونت برايس تبعها والكوانتيتي والى اخره. وهون في شغله كمان خلينا نعطيها حقها، كيف بعمل عمليات حسابيه مش موجوده؟ مثلا انا بدي اضرب اليونت برايس بالكوانتيتي، فيني اقول له توت او اي اسم البديه، بحط نقطتين مثل كاني عامل له ايكوال، وبتوين بريسز بكتب حرفيا اسم الفيلد بدون سبيس بدون شيء، ضرب كوانتيتي. هيدا بنسميه كالكوليتد فيلد، يعني عملت انا مثل فورمولا او اكويشن لتحسب شيء معين. نعمل رن، في عنا مشكله هون هي التالي، احنا هون عنا هيدا اسمه يونت برايس وهيدا الفيلد كمان اسمه يونت برايس، وبالتالي بيعمل مشكله. لازم اقول له اوردر ديتيلز دوت يونت برايس. هلا حتى ما نفوت بهالمتاهه هالغي انا هيدي التيبل من هون، هنزل البرودكت اي دي من هون، هجيبها لهون واعمل رن. بنلاحظ انه صار يعطيني برقم الطلبيه تاريخها كل صنف بصنفه شو انعطى، الكمية ضرب السعر بيضربهم ببعضهم وبيعطيني التوت. فيني بعدين ارجع اعمل انا جروب واي وطلع مجموعة الطلبية كلها والى اخره. لهون منكون فتنا كتير تفاصيل اكتر بكتير من اللي مطلوبة، فيكن تركزوا على القسم الاول لحد البارامتر كويري، من البارامتر كويري ولجوا هودي ادفانسد. يعطيكن الف عافية.